السؤال الثالث يا شيخ، المرأة إذا أحرمت وباقي في ملابس الإحرام باقي من ريح طيب، يعني هل في هذا الشيء شيخ؟ طيب الله يجزاك. أبو سمية، المرأة أحرمت وفي ملابسها شيء من الطيب؟ إذا عموما الطيب الذي في 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 البدن أو في الثوب إذا كان سابقا للإحرام فإنه لا بأس به ولا حرج فيه، إلا إذا كان في بالنسبة للرجل طيبا محرما كالورس والزعفران، لأن له لونا، أما لأن له لونا يظهر في 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 الإحرام. أما بالنسبة للمرأة فإن كان طيبها من طيب النساء فإنه لا يمنع هذا من أن تبقى على إحرامها. وفي ما رواه أصحاب السنة من حديث عائشة أنهن كن يضمدن رؤوسهن يعصمن رؤوسهن بشيء من الطيب، فتعرق إحداهن فيسيل العرق على وجهها، ومعنى هذا أنه لم يزل الطيب باقيا على إحرامهن، لكنه من طيب النساء وليس من طيب الرجال، وطيب النساء هو ما يظهر لونه ولا تظهر رائحته. نعم نعم، فلا حرج فيها.